يا ساتر، بغبغان ب 150 الف دولار. ليه 150 الف دولار؟ انا اقول لك ازاي الخبر ده دلوقتي، انت ممكن تموت فيها. انا اقولها بقى وخلاص وامري لله. حاج رمضان، حاج رمضان، يا ده هدود يا حبيبي. ايه اللي حصل يا ده؟ حد سرق اللوكاندا بتاعتي يا ده؟ ما فيش حد. اوعى عادي يكون حد قرب من نص اللوكاندا بتاعتي. لا ما حدش هيقرب. ده انا طار رقبتك. لا ما فيش حد. اوعى عادي يكون حد سرق الراديو الاثري بتاعي. ما هو الراديو قدامك اهو. الحمد لله. لا ما فيش حد. الراديو ده اهم حاجه. ليه اشمعنى يعني؟ عارف الملك فاروق؟ اه. ايه؟ جاي يعني الملك فاروق جاي ولا؟ في ايه؟ مش عايز اوضح اكتر من كده. انت وغوشتني والله. المهم يا ده، انت عايزني في ايه؟ يا حاج رمضان، انا بشوف العجب النهارده يا حاج رمضان. ايه اللي حصل؟ في حاجات غريبه عماله تحصل. ايه اللي حصل؟ النص اللوكاندا التاني. اه بتاع اكرم اخويا. بتاع اكرم اخوك. اه. الولية اللي مراته دي عندهم مطبخ واحنا ما عندناش. اشمعنى بقى هم عندهم مطبخ واحنا ما عندناش؟ يا دي الاهبل. المطبخ على العروسه يا. مطبخ على العروسه؟ انت بتجهز اللوكاندا يعني ولا انا مش فاهم؟ اسمع يعني اللي بقول لك عليه. يا عم تسمع ايه بس يا عم رمضان؟ يا عم رمضان هموت من الجوع يا عم رمضان، حرام عليك. يلا يا عم. يا ده انا عامل لك رجيم عشان كان وزنك زياده يا اهبل. وزن انا زياده؟ اه ده انت زدت جدا. كام جرام يعني؟ زدت كام جرام؟ زدت الفتره اللي فاتت، بس انا عامل حسابي ويعني انا الرجيم مش هاكلك يا ده. يعني الله يبارك لك. خد يا ده. خد يا ده نصيبك النهارده. الجرنان ده. خد. اه سندوتش طعميه. خد يا يلا يا سيدي. ده سندوتش طعميه؟ اه بالطحينه. بالطحينه؟ اه انت مديني الطعميه على كارت ميموري يا حاج رمضان. يا سندوتش طعميه اهو، شمه هتعرف. اشم ايه يا حاج رمضان؟ ده سندوتش طعميه. ما هو ده من على الاطراف. يعني ايه على الاطراف؟ طعميه بسلطه. اه وكمان سلطه. اه كل ده انت حاطه جوه؟ امال ايه؟ مش فين؟ انا ياد، مش انا ياد، انا جابه من بره. من بره والله؟ اه جبته من عند اخر ربع ساعه. اخر ربع ساعه؟ انت بتفصل في اسم المحل يا حاج رمضان. وفر، امسك ايدك شويه، امسك ايدك. اعمل ايه؟ انا مالي ومحلي كل ده؟ ها؟ كل ده وافتح الخرطوم بتاع الميه على الاخر. ده بينزل ينفش بقى. تقعد يوم كامل ما تعوزش تاكل ياض. ده بينفش؟ يلا بالهنا والشيف. زي السندوتشات الصيني كده اللي هي وبكره هديك من نص السندوتش. من نص التاني؟ يلا. طب ما فيش فلاش عليها مخلل. الله يرضى عليك. بطل طمع يا ياض. يا حاج رمضان حرام عليك. ياض خلاص كل ياض. ايوه جدع يا بالهنا والشيف. بص تخنت ازاي، بص تخنت ازاي. سبحان الله في ساعتها بيجي. عايز ايه بقى؟ ده انا سمعت حته خبر. ايه يا لهوي؟ الولاية اللي اسمها اميره مرات اخوك اكرم. مالها؟ جايبه بغبغان ب 150 الف دولار. بغبغان ب 150؟ اه والله. ها؟ بغبغان ب 150 الف دولار؟ ايوه. 150 الف دولار؟ اه والله 150 الف دولار. ليه؟ عمل ايه في دنيته عشان يسوى الرقم ده؟ ده لو بيحترف في بيراميدز مش هيساوي الرقم ده. اه والله 150 الف يا دي ناس هبله. اه على راي المثل. ايه؟ ما قلتش حاجه. ايه على راي؟ مش عايز اوضح حتى من كده. ما تقولش بقى على رايي، بقول على راي الفزوره وسيبني بقى انا بخيالي. ولا عايزك تروح تتقص على الحوار ده يا. حاضر. عينيا ماشي. عرفت ايه اللي بيحصل؟ اصل دول 150 الف دولار. ايوه يا انت عارف الدولار بكام دلوقتي؟ ده ب 36 قرش ونص. الدولار ب 36؟ امال ايه؟ والخديوي توفيق ايه رايه في الموضوع ده؟ انت بتاع اتحشر في زورك مش عارف. كبير مش متعود انت. كومبو، انت مديني من الكومبو. يلا الحمد لله. روح تقص على الحوار ده. حمامه. واشرب ميه يا هتعمل ايه؟ حمامه. لا خد تعالى. ايه؟ حمامه ايه؟ امال نص حمامه يا. لا انت بتفصل في نص حمامه وبلاش محشي. لا بلاش محشي. ايه ده؟ تشبيه. انا بشبه نفسي بالحمامه. افهم اللي بقول لك عليه. ما هو افهم انت بقى اللي انا بقول لك عليه. مش عايز اوضح. انت وضح ايه؟ توضح ايه؟ انت ليه حسست ان احنا متراقبين؟ اتكل على الله.
حاضر حاضر، بلاش حمامة، أنا عصفورة حلوة دي؟ نص. صباح الخير. ايه البطاطساية اللي دخلت عليا؟ اهلا وسهلا يا باشا. لو سمحت الريستورون منين؟ لا الاوتوستراد مش من هنا خالص، ده تخرج بقى تطلع من نص البلد اصلا. لا لا المطعم منين بعد اذنك؟ مطعم؟ ايوه. ما على حسب ما انت عاوز تاكل ايه يعني. بص سيادتك، لو عايز تاكل سمين اول ما تخرج على الشمال كده في واحد بتاع سمين بقى منبر وفشه وكشه والحاجات دي ها؟ بس في واحد ارخص منه بس هتمشي له بتاع مثلا ساعتين ولا حاجه، توفر لك بتاع نص جنيه. نص جنيه؟ امال ايه؟ انا اقصد المطعم اللي هنا في اللوكاندا. مطعم في اللوكاندا؟ اه. وعدم المؤاخذه يعني انت نازل عندي في نص لوكاندتي ولا في نص اللوكاندا التاني؟ انا ما لقيتش حجز في النص ده، قلت احجز في النص اللي هنا. اتفضلت عليا يعني، وعشان كده لابس ومش شايك ونازل بتدور على المطعم اللي عندي في اللوكان. ايوه. لا حضرتك ما عندناش مطعم يعني. ازاي ده؟ انا حاجز اوضه بالفطار. انت بقالك كام يوم؟ بقالي يومين. اول ما جيت مش نزل لك فطار؟ ايوه. وفطرت والحمد لله؟ فطرت الحمد لله. واتبسطت؟ جدا. طب عايز ايه تاني؟ ما حضرتك انا حاجز اربع ايام بالفطار. ما انت بتتكلم وترد على نفسك، اربع ايام بفطار. مش أربع أيام بأربعة أفطار. أربع أيام بالفطار يعني كل يوم فطار. ها؟ كل يوم فطار ليه يا عم؟ ده أنا ذات نفسي ما بفطرش كل يوم. وأنا مالي بيك؟ إيه اللي أنت مالك بيا؟ أنت عايز تفطر كل يوم؟ أيوة. هتعمل إيه لو ما فطرتكش؟ ما عنديش النظام ده. كمان كده؟ آه. طب أنا هكتب عنك ريفيو وإزاي الزفت. فيوز إيه؟ ريفيو ازاي ازاي؟ اكتب اللي تكتبه واعمل اللي انت عايزه، ومش عاجبك تقعد عندها في اللوكاندا يا غور من اللوكاندا. وهشهر بيك. شهر بمين يا؟ ايوه. ايه بس؟ ايه بس؟ يا حاج رمضان. يا حاج راضي. مين اللي مزعلك بس؟ الواد ده يا سيدي نازل عندنا في اللوكاندا وعامل قلق. بص يا سيدي. زعل عمك رمضان ليه يا انا؟ انت مين انت كمان؟ انا راضي. ايه انا ما بسالكش عن حالتك، انا بسالك عن اسمك. شايف العسى؟ ونسي. ايه ممكن اصفخه على بقه. اصفخه. انا اسمي كده. وبتشتغل هنا يا سي راضي؟ لا انا ساكن هنا. ساكن هنا؟ ده اقدم زبون عندي هنا في اللوكاندا. ايوه. ده ايام ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. ده جاله. راح ابويا بنى اللوكاندا عليه. ايوه. امال ايه؟ الله يرحمه ويحسن اليه. فاكر؟ فاكر لما كان بيجيب لنا حلبسي. ثمن الحلبسه الجميل. يالله. طب انا هشهدك على الحاج رمضان. الله، انت عايز تشهدني على الحاج رمضان؟ ايوه. اذا كان كده بقى يبقى انت غلطان وتستاهل ضرب البلغه على دماغك.